عندنا اجتماع مع السيد النائب الأول المحافظ بخصوص فتح دائرة رعاية الاجتماعية للرجال في قضاء فروة الأقضية الأخرى. طبعا احنا قبلها فتحنا مكتب اللجنة الفرعية في قضاء تلأفر للمرأة ودعمناهم بإمكانياتنا الموجودة، وإحنا أيضا راح ندعم هذا المكتب خدمة للصالح العام. تم عقد اجتماع مع السيد النائب الأول أستاذ سيروان في مكتبه، أنا وقائم مقام الحضر وقائم مقام تلأفر ومدير الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى. تلخص الاجتماع على أنه بتوجيه من السيد النائب الأول على فتح لجنة فرعية في قضاء البعاج للرعاية الاجتماعية، وتم تخصيص مقر من قبلنا للجنة الفرعية، وذلك لإنهاء معاناة المواطنين بالذهاب إلى مركز محافظة نينوى لأجل استلام البيان السنوي أو مراجعة الدائرة، وهذا كله يصب في مصلحة المواطن لأجل إنهاء المعاناة المواطنين من الذهاب إلى مركز محافظة نينوى، علما أنه الشريحة من المجتمع اللي الرعاية الاجتماعية هي لا تملك مصروف النقل من البعاج إلى مركز محافظة نينوى. بشرى سارة لأهلنا في قضاء الحضر، حصلت الموافقة على فتح مكتب فرعي في مبنى قائم مقامية قضاء الحضر لإدارة أمور المشمولين بالرعاية الاجتماعية في قضاء الحضر وناحية التل. بدورنا نتقدم جزيل الشكر والتقدير إلى السيد النائب الأول والأستاذ محمد كمال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى. استنادا إلى توجيهات السيد رئيس الهيئة المحترم الدكتور أحمد الموسوي بضرورة تفعيل التواصل مع السيد مكاتب المحافظة في داخل المحافظات الأقسام، تم اللقاء اليوم مع السيد سيروان رجباني النائب الأول للسيد المحافظ نينوى، وتم عرض العراقيل التي تواجه قسم الحماية الاجتماعية نينوى، والحمد لله تم حلحلة أكثر العقبات الموجودة، وسيتم بالقريب العاجل فتح لجان فرعية في مناطق الحمام والبعاج والحضر إن شاء الله. في خصوص ما يتعلق بالبيان السنوي اللي دائما نرجوه من المواطن أنه لا يستعجل حاليا، اللي عنده وصل مختوم من عام 22 و23 نوعده أنه ما يتوقف راتبه كشغلة، يعني أنه مبدئيا احتمال راح نوقف اللي صار له 3 سنوات وأكثر لم يحدث البيانات بالوقت الحالي، حتى ننطي مجال للأخوة اللي ما أنجز البيان ينجز، واللي أنجز البيان بهاي السنوات ينتظر إلى نهاية الشهر القادم. تم الحديث عن إمكانية افتتاح قسم تلعفر في غرب نينوى، وإن شاء الله العمل جاري بعد استحصال الموافقات الرسمية. هذا راح يخفف من عبء الانتقال المواطن من المناطق البعيدة إلى مركز قضاء الموصل إلى المركز. بالوقت الحالي والاتساع شمول العوائل في ملف إعانة الحماية الاجتماعية بالوزارة، بلغ عدد الأسر في قاعدة بياناتنا 298 ألف أسرة، منها ما يقارب 91 ألف أسرة مستمرة، ويتم العمل على إنجاز المسح الميداني لباقي الأسر التي سجلت على إعانة الحماية الاجتماعية.